أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان عن بدء استقبال طلبات الأضاحي للعام الثالث على التوالي عبر منصة وتطبيق إحسان، وذلك بالشراكة مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أضاحي، وذلك في إطار سعي المنصة إلى تمكين قطاع العمل الخيري رقميا وتعظيم أثره في سبيل تسهيل وتسريع عمليات التبرع على أهالي الخير.